جمعية أولاد رحو للتنمية والتضامن هنا بدوار أولاد رحو جماعة مطلسة، أياما بيئية تحسيسية توعوية، إضافة إلى ورشات تطبيقية، إضافة كذلك إلى حملة نظافة موسعة على سائر التراب المكون لدوار أولاد رحو. هذا يأتي في وقت استفحلت فيه ظاهرة رمي النفايات المنزلية بشكل خطير ومقلق، مما أدى إلى مجموعة من الصعوبات سواء المتعلقة بالصحة، مخاطر هددت وتهدد ولا زالت سوف تهدد في ظل غياب حلول واقعية وجدية المنظومة البيئية ككل. جمعية أولاد رحو للتنمية والتضامن استشعرت الخطر والتقطت الإشارة من بعيد، ثم قامت بتنظيم هذه الأيام. كانت فرصة حقيقية للوقوف على مجموعة من اختلالات البيئية، من قتل صريح للطبيعة والبيئة، وكذلك من جراء ظاهرة ربما تعاني منها مختلف المدن وإن لم أقل الدول، ألا وهي تنامي رمي الأزبال أو النفايات المنزلية بشكل عشوائي. جمعية أولاد رحو للتنمية والتضامن نزلت إلى أرض الميدان صباحة اليوم لتعطي انطلاقة أيام بيئية جاءت موازية لحملة تحسيسية استهدفت المتعلمين والمتعلمات على مستوى مجموعة مدارس أولاد رحو أو مجموعة مدارس المتنبي فرعية أولاد رحو. كان العرض عبارة عن مجموعة من الورشات التطبيقية، إضافة إلى توزيع بعض المطويات التي تحث على النظافة والاهتمام أكثر بالسلامة أو بالصحة الجسمانية للأطفال، كذلك بالنظافة الشخصية من قبيل غسل اليدين، تقليم الأظافر، الاغتسال كل مرة أو كل يوم على الأقل، لما نعلم أو لما نعرفه مسبقا من أو على من أو ما بما نعرف أو لأننا نعرف الأهمية التواصل مع الطفل أو المتعلم كحلقة وصل بين محيطه المدرسي وكذلك بين أسرته. إذن جاء هذا النشاط بتعاون مع السلطات المحلية المشكورة، كذلك بتعاون مع جماعة مطلسة التي وفرت بعض الآليات، كذلك الشكر موصول من هذا المنبر إلى مديرية التعليم بإقليم دريوش على المجهودات الجبارة التي قاموا بها في هذا الصدد. وبالتالي هناك مجموعة من حلقات الوصل متواصلة فيما بينها لفك شفرة هذا المشكل الخطير، وبالتالي العمل مستقبلا إن شاء الله على حله بصفة نهائية. يبقى الحل الراهن هو العمل على توعية الساكنة، التواصل معهم، استحضار القيم الإسلامية في التعامل مع النظافة، كذلك أخلاقيات الإنسان المغربي في التعامل مع بلده ووطنه وبيئته التي هي منطلق لكل شيء في حياة الإنسان. فبدون محيط خارجي أو بدون محيط الإنسان لا يمكن أن نتحدث عن شيء اسمه المواطنة. إذن كما قلت سالفا، هنا يجب التذكير، وهي كذلك رسالة إلى الجهات المسؤولة أو المجالس المنتخبة، جماعة مطلسة، المجلس الإقليمي، مجلس جهة الشرق، للتحرك الفوري من أجل إيجاد حلول واقعية، لأن جمعية أولاد رحو للتنمية والتضامن مستعدة للعمل في هذا الشق. وبالتالي أبدينا استعدادنا مسبقا ونبديه ونؤكد عليه الآن. إذا أردنا أن نحافظ على بيئة أولاد رحو وجماعة مطلسة ككل، يجب تضافر الجهود الكل والعمل في تناغم وتناسق مع جميع الأطراف لوصول إلى حل جذري وواقعي، وأكد عليه مرة أخرى، وشكرا لكم جزيلا.